خبر مهم جدا في النادي الاهلي، وهو وجود وحصول النادي الاهلي على توقيع ايهاب امين نجم نادي سبورتنج والمحترف في امريكا في كرة السلة. اكيد نجمنا الكبير قدر النادي الاهلي، حصل حوار كبيرة جدا 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 وحوارات كتيرة ان ايهاب امين من حق النادي الاهلي، لا مش من حق النادي، لا الموضوع هو الموضوع يتلخص في نقطتين ثلاثة سريعا جدا جدا. والنقطة ان هو لعيب سافر لامريكا ورجع، رجع على نادي سبورتنج والنادي الاهلي قدم طلب، وفي نفس الوقت اللي وافقوا عليه في نادي سبورتنج اتوافق عليه رسميا ان هو يكون متواجد، ودي اغلى صفقة في تاريخ كرة السلة المصرية ب 2,750,000 جنيه. اكيد لازم نخرج لمكالمة مهمة وحديث مهم لأخو الكابتن إيهاب أمين، وهو الدكتور شريف أمين، وهو المتحدث الرسمي لي أو هو كمان وكيل أعماله في كرة السلة. دكتور شريف مساء الخير. مساء النور، ازيك يا كابتن خالد؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله. منورنا وبنبارك لنفسنا وبنبارك لك حضرتك وبنبارك للكابتن إيهاب أمين وجوده داخل النادي الأهلي، حوارات كتيرة في الساعات الأخيرة، إيهاب أمين متواجد في النادي، لا من حق النادي، لا مش من حق النادي، عايزين نعرف كواليس التفاصيل التعاقد في النادي الأهلي، إيه اللي حصل يا دكتور شريف؟ أوكي، أنا اللي حصل إن إحنا بدأنا المناقشات، أحكي لك قبل ما ندخل في الأهلي على طول بالظبط، عارف إيه اللي وصلنا لأن عايزين اللي حصل ده كله. احنا هناخد منك التصريح عشان يبقى تصريح رسمي من الدكتور شريف امين اخو كابتن ايهاب امين، يبقى ما حدش يقعد يجادل في اي حاجه بعد كده. لا اتفضل. رسمي رسمي. الاول اتفضل. ايهاب اخويا وزي ابني يعني، انا طبعا 13 سنه انا يعني انا مربي يعني، ربنا يهدي والدي ووالدي يا رب، بس انا اقرب له في السن. ايهاب احنا ايهاب بقى له 6 سنين في امريكا لعب في دوري الجامعات ووصل لمستوى الجامعات في اخر جامعه خارج الدول اللي هم وصلوا السويت 16 دور ال 16 اللي هو يعني زي الشامبيونز ليج كده في امريكا في دوري الجامعات ما شاء الله. انا جاي يفكر انه خلص دراسته وكان بيعمل ماجستير انه هيرجع مصر هروح اوروبا، بدانا نفكر في الموضوع. وقتها اول كلام كان لينا طبعا كان مع نادي سبورتنج اللي هو له حق الرعايه مظبوط لحد 26 سنه تمام. وفي الوقت ده دخل كمان اول نادي اتكلم معانا في مصر غير سبورتنج كان نادي الزمالك، وبدانا الكلام وحصلت شويه نقاشات ووقفنا في النص كده في حته معينه يعني ما اتفقناش قوي هنكمل ازاي. بعدها دخل نادي الاتحاد السكندري في الموضوع كويس، واحنا في وسط النقاشات دي اخر نادي كان دخل الحقيقه كان النادي الاهلي، بس هم السرعه اللي النادي الاهلي خد فيها القرارات والطريقه اللي ادار بيها الموضوع يعني الحقيقه بيؤكد ان هو مؤسسه يعني اكيد نادي الاهلي مؤسسه كبيره يعني مختلف تماما يعني تمام. فاللي حصل في الوقت ده ان جه الاهلي قال لنا يا جماعه تعالوا، انت عارف زي اي عقد في طلباتكم انتوا كلاعب وفي ايه طلبات النادي. مظبوط مظبوط. موضوع طلباتنا ده موضوع اتفقنا احنا والاهلي فيه يعني قاعده مع الكابتن عدلي والكابتن اشرف والكابتن رؤوف، كان يومها في مجلس اداره بالليل. حقيقه خلص الموضوع في كام ساعه يعني، في حاجه سريعه جدا، سرعه مش معقول. كويس. بسرعه جدا جدا اتفقنا على كل التفاصيل. اللي انا ما تخيلتوش ان هم هيخلصوا الموضوع مع الاهلي بالسرعه دي، لان كل المناقشات مع سبورتنج قبل كده مع اي نادي كانت انت عارف يمكن اللوائح هي في الباسكت مختلفه شويه، ايه الضغط الزمني هي مختلفه شويه، بس حق الرعايه لحد 26 وبعدين النادي لازم يدفع ربع العقد او ربع قيمه العقد للنادي اللي جاي منه اللعيب. كويس. وبالتالي كانت النوادي اللي قبل كده بتفكر طب احنا هندفع قد ايه؟ طب احنا هندفع 600,000، طب 800,000، طب ممكن سبورتنج يوت، كانت النقاشات في الحدود دي. الاهلي الحقيقه هو ده اللي جزء كبير من اللي خلاني يعني وانا بتكلم مع النادي الاهلي مرتاح، لان هم قالوا لنا احنا مش هنخش مع نادي سبورتنج في تفاصيل بقى صغيره واللي ليكوا واللي لينا واللائحه، احنا اللي بيننا وما بين نادي سبورتنج حاجات كتير قوي. كويس. وبالتالي احنا اللي هنعمله ان احنا هنتاكد ان نرضي نادي سبورتنج تماما وإيهاب ماشي من عنده ان هو يبقى حاسس ان هو كمان كسبان. كويس. انا وقتها ما كنتش عارف تفاصيل الارقام، بس هو احنا خلصنا قعدتنا بالليل اتكلموا مع نادي سبورتنج، ثاني يوم كانت الاستغناء موجوده وبدات السوشيال ميديا يطلع عليها بقى الاسبوع او ال10 ايام اللي فاتت القصه دي كلها. حتى انا بعدها بقى يمكن بيوم او يومين عرفت ان وقتها كان المبلغ 2,750,000 اللي انت كنت لسه بتقول عليه، اعتقد ده اعلى صفقه في تاريخ كره السله اي لعيب دي حقيقه او يمكن اي لعبه بره الكوره، طلعوا الشيك على طول على التلفزيون عندنا تمام. ده
وقتها انا طبعا تخيلي اكيد نادي سبورتنج مبسوط جدا لان هو يعني عمل صفقه من مش من اكبر يمكن هي اكبر صفقه سبورتنج عملها في اي لعيب عنده في اي رياضه. وفي نفس الوقت احنا مبسوطين جدا جدا ان احنا جايين نادي زي الاهلي زي ما بقول لك زي ما بيقولوا كده الجواب بيبان من عنوانه البروفيشناليزم اللي النادي تعامل فيه مع الصفقه بيقول هو ده اللي النادي حمل بيه والتاريخ بتاع الاهلي بيشهد يعني بس احنا بتكلم على اللي حصل معانا يعني. اللي حصل بقى بعدها ان جت النوادي لقت الموضوع بسرعه فبدات الناس طب احنا كنا عايزين ندخل طب احنا عايزين نروح الحقيقه الناس انا بقدرهم وبحترمهم وايهاب بيقدرهم وبيحترمهم جدا لان هم الحقيقه ناس كانوا بارد وفاشل معانا في الكلام بس بنتفق على هنروح فين وازاي لا له تفاصيل كتير وخصوصا ان انا ما كنتش يعني في الوقت ده ما كانش حد من النوادي عرض خالص على سبورتنج مبلغ قريب من ال 3 مليون الا ربع دي يعني فانا كنت اكيد الموضوع محسوم وانا بما ان انا قعدت مع الناس في النادي واتفقنا احنا كان بالنسبه لنا خلاص قعدنا واتفقنا ووصلنا للديل يبقى الموضوع انتهى يعني كويس. موضوع بقى ان احنا نوقع العقد امتى ونعمل ايه مفيش مشكله خلاص بالظبط كده الناس بقى بدات هنا ترفع الارقام هنا بقى طب احنا هندفع اكتر من اللي الاهلي دفعوا للسبورتنج وهندفع ليكوا اكتر من اللي الاهلي دفعوا زي ما بقول لك احنا كنا خدنا قرارنا لان الموضوع ممكن الماديات جزء من القرار لكن هي مش القرار لوحده الطريقه نفسها اللي ادير بيها الموضوع ده جزء والجزء الثاني ان ما حد بيدخل مؤسسه زي النادي الاهلي هو بيبقى عارف كويس قوي كمان ان الاداره بتاعت الموضوع كله على بعضه قد ايه بروفيشنال. الجزء الثاني من المشكله ما كانش ان النوادي كمان كان من داخل نادي سبورتنج وده انا مش هتكلم في تفاصيل كتير فيه لان هو يعني يخص نادي سبورتنج لكن هو كان في اختلاف داخل مجلس الاداره ايهاب يروح فين؟ هو الاهلي دكتور شريف الزمالك دكتور بعد اذن حضرتك بس سوري يعني في القطع يعني هو فضل مش نادي سبورتنج طلع استغناء رسمي للنادي الاهلي؟ ده حقيقي النادي الاهلي وصل الشيك لنادي سبورتنج؟ حصل بعد ما قعدنا بيوم يعني كويس قعدنا يوم الاربعاء تمام بالعيد يوم الخميس الشيك وصل نادي سبورتنج يعني في قرار من مجلس اداره نادي سبورتنج باستغناء عن كابتن ايهاب امين الى النادي الاهلي ايه هو خلاص خلص الموضوع يعني احنا كلاعيب وكنادي اهلي ما دورناش هو انتوا ايه القرار اللي خدتوه ازاي عملتوه لان احنا بالنسبه لنا طبيعي نادي سبورتنج نادي كبير جدا هو بالتالي لما يطلع منه الاستغناء وياخدوا الشيك خلص الموضوع طبعا يعني خلاص يعني احنا معانا استغناء وعلشان كده احنا حتى العقد احنا ما وقعناهوش الا طبعا بعد ما الاستغناء كانت موجوده يعني دي حقيقه بشكل طبيعي جدا جدا ويمكن انت عارف كمان تفاصيل التوقيع بعد كده جت امتى بعدها دي حقيقه لكن لا احنا ولا النادي الاهلي بدانا ندور طب هو الاستغناء طلعت امتى وازاي ومين اللي مضاها احنا يا جماعه معانا استغناء من نادي محترم زي نادي سبورتنج اللي انا متربي فيه وياب متربي فيه يبقى الموضوع نظريا حلو انتهى حصل بقى ان هم اختلفوا مع بعض ايهاب يروح فين طب ايهاب يقعد في سبورتنج طب ايهاب يروح النادي تاني وهنا بدا بقى الناس تتقسم لمجموعات كل واحد بيفكر هو عايز يعمل ايه بس كان الموضوع موقفنا احنا موقف الاهلي ان احنا مش جزء من الموضوع خالص ده موضوع داخلي جوه النادي لكن الحقيقه النادي الاهلي يعني ودي ده حاجه يعني اتقالت لي انا ما كنتش جزء من الحديث ده لكن النادي الاهلي كان محترم جدا ان نادي سبورتنج يعني جواه لسه كلام ونقاشات وبالتالي احترم انه ينتظر لحد انعقاد مجلس اداره نادي سبورتنج امبارح بالليل مش هيعلن ولا هيسجل الا لما يكون ده خلاص وانا احترمت طبعا ده وشفت ان هو حاجه يعني من قيمه النادي الاهلي كمان ان هو يكمل علاقته بنادي سبورتنج على افضل ما يكون في كل الالعاب يعني. دكتور شريف بجد انا بنبارك تاني للنادي الاهلي وبنبارك لك وبنبارك لايهاب وده حاجه تواجد ايهاب امين داخل صفوف النادي الاهلي اكيد اضافه قويه جدا جدا بكده نقدر نقطع الكلام ونقفل الموضوع ايهاب امين اهلاوي في كرة السلة تدعيمات قوية جدا في كرة السلة ولسه في تدعيمات كتيرة في الفرق الأخرى نتمنى بس الناس أو الجمهور يكون تواجد معانا ودايما بيدي سبورت للنادي وإن شاء الله في المرحلة الجاية لسه في حاجات كتيرة جدا ما يقدرش نقولها على الميديا لكن دايما بننتظر إن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي يطلع بالتعاقد ونقدر نعلن عن صفقات اللاعبين مهما كان موجود في أي مشاكل للاعبين.